صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صيدنا راح يكون بنفس هاي المنطقة اللي صدنا بيها الأسبوع الفات. إن شاء الله يكون صيد حلو، وإن شاء الله يكون أكو طير وحركة طير تكون قوية. خليكم معنا، يلا. لحظة، يلا 1 2 3 مارجانزا ولا بافل هاد؟ بعد عايش يلا. سبلها
هينزل ورا. لا ولا هينزل عنده. هذا يمكن يعطونا ضربة. يلا على العالي ما بيأثر. لا هاي حلوة. هاي حلوة. شابلر حلق. بهالمحل اليوم 5/10. انا هيك بقول كمان. وعم المحل سلو. يا انا بقول السبوت وي بيك ذا رونج سبوت. حلو. هي احول. يلا حلو حلو. صرنا ماخذين ثلاثة أربعة. هذا اللي ورا. في واحد ضاع. روح شوفه. وجن وجن. هذا الوجن الحلو. هاي على الوول هذا. شوف الالوان. خضار. دمه شوية. شوف. شوف لونه هيك عكس الشمس. طبعا هذا كان صيدنا لليوم. انا والسيد جاد الملثم. يعني مشينا مشي بس الله اعلم. يعني تقريبا 40 دقيقة مشي بس حتى نوصل للسبات. ومثل ما قال لكم 40 دقيقة راحة و40 دقيقة رجعة. وشارين هاي القواني والبندقية. انا هاي قوانيتي كلها عمود الصيد. وجبنا البايسيكلز حتى نروح بيهم للسبات. ما وصلنا نص الطريق وتعطلنا دبنان وجبناهم بالرجعة. طبعا هذا اسمه وجن. Very beautiful bird. I don't know. I don't think we have this one. ما بعتقد عندنا اياه. يعني هذا الطير كان يسألني عنا جاد انه اذا اكو منا بالعراق او لا. فاحنا نريد معلوماتكم شباب. هذا يجان حيجي. هذا راسه منقارة. يسموه ناوجن. فاتركونا بالتعليقات انه اذا اكو منا موجود لو لا. ما
ماشي. يعني اليوم كان الصيد شوية تعبان، هو صار له صراحة 3 أسابيع الصيد تعبان. نجرب قد ما نقدر انه نصيد يعني ونجرب اماكن جديدة. هذا اليوم مكان كل جديد، يعني كنا به السنة الماضية، اكو فيديو له من السنة الماضية. ان شاء الله بعد هاي البرد، يعني متنا من البرد اليوم الصبح اصلا، بس ان شاء الله بعد هذا البرد يكون الصيد احسن. تحياتي لكم، محمد الحمداني. لا تنسون اللايك والاعجاب والسبسكرايب. السلام عليكم.